السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل فيديو مكتوب فيه كلمة بشكل حلو والفيديو بيتحرك جوه الكلمة دي. فانا هقول له فيديو ده كانفا. كانفا فيه امكانيات جميلة جدا جدا فوق ما تتصور، تقدر تعمل حاجات بروفيشنال بيه. وكان طبعا مش هنقدر نقارنه بالبرامج المتخصصة زي الفوتوشوب او ادوب بريمير او افتر افكت. طيب هاجي هنا بقى في التمبليت، خلينا نيجي هنا في element واقول له ان انا عايز هنا فيديو. هبدا اختار بقى فيديو طبيعي اهوت، وليكن مثلا ماشي ناخد المشهد ده مثلا. اوكي اهوت. لو منزلش معاك في الخلفيه تقدر تدوس هنا وتقول له لوك او خليه في الباك جراوند، سيت فيديو از باك جراوند بالشكل ده. طيب هاجي هنا بقى على الاليمنت واقول له ان انا عايز مثلا الفريم، في عندي كتابات معينه اقدر ان انا اشتغل عليها، ولا يكون مثلا اقول له ليتر. وناخد بقى حروف هنا وليكن مثلا معاذ. وعلى فكرة في فونتات يعني ممكن تلاقي حاجات مختلفة ونصغرها كده بالشكل دوت، نخليها هنا بالشكل ده. طيب دلوقتي بقى هقول له هات لي بقى الفيديو تاني، عايز نفس الفيديو اللي انا اخترته المرة اللي فاتت. اقول له انا ناتشورال. نبدأ بقى نختار نفس الفيديو وابدأ اسحب في الكلام نفسه. ونشغل. هتلاقي المنظر بالشكل ده. طب عايزين نعمل حاجة افضل. طيب خلينا نيجي على كل واحدة فيهم وادوس عليها دبل كليك، هتطلع لي الصورة بالشكل دوت. فانا اظبطها الفيديو على نفس المقاس الفيديو الاصلي بالشكل دوت، وبرضو كذلك الاو. حتى هتلاقي خلاص بقى هما الاتنين يعتبروا حاجة واحدة. ايه ويأذي طيب خلينا بقى نعلم على كل واحدة فيهم. وهنيجي هنا ونختار الكلر للشكل الخارجي. تبدأ بقى تختار اللون اللي انت عايزه بحيث يبان الحواف بتاعت الكلمة لو انت حابب. طيب خلينا نروح لإليمنت ونختار شيب. شيب نختار مثلا حاجة بالشكل دوت ونحطها في الشغل بتاعنا بالشكل دوت. تمام. وبعد كده اديله شفافية معينة بحيث تظهر معانا الصورة بشكل افضل. تقدر ان انت تغير فيها زي ما انت عايز. ونبدأ بنحرك. طيب هاجي بقى على الفيلم اللي احنا حاطينه دوت واقول له خليه في الخلفية، يعني ارجع بخطوة لورا بحيث ان هو يبقى تحت الكلام
تمام وفوق الصورة. طبعا كل واحد بقى يقدر يختار درجة الشفافية اللي هو عايزها، يعني ممكن تبقى كده كده زي ما انت عايز. لما تشغل الفيديو هيبان معاك الكلام بتأثير جميل، والخلفية هتكون خفيفة خالص، هيبان معاك بالشكل دوت. تقدر تعدل فيها بقى زي ما انت عايز لحد ما توصل للفيديو اللي انت عايزه.